توفير الظروف الملائمة للاشتغال. هذا البرنامج النضالي الذي قطعه التنسيق الوطني في الإضراب ديال يوم الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، النسب ديالو الآن راه تصيفطات لنا، فالنسب ديالو نسب هائلة في مختلف ربوع الوطن. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن هناك إجابة واضحة، أن تلك المسرحية التي وقعت من خلالها النقابات الأربعة الأكثر تمثيلية يوم 10 جنبير، نقول الإضراب يجيبهم بأن هؤلاء لا تمثلوا الشغيلة التعليمية، بأنهم فقدوا البوصلة. ونقول من خلال هذا الإضراب ومن خلال هذه الندوة الصحفية أننا الفاعلون والفاعلات في الميدان. إذا أرادوا أن ينتهي هذا المشكل يجب محاورة التنسيقيات. بالنسبة للمطالب ديالنا، حنايا كفئة، الفئة ديال الممولين هما المسؤولين على المصالح المالية والمادية داخل المؤسسات التعليمية. كذلك من بين المطالب ديالنا الرفع من التعويضات، خلق تعويضات أخرى، تعويضات على المخاطر، تعويضات على المهام، تحويل التعويضات العينية إلى تعويضات على المهام. كذلك المطلب ديالنا الأساسي هو إمكانية تغيير الإطار من ممول إلى مفتش. هذا المكتسب كان عند الممول، ولكن النظام الأساسي ديال 2003 أجهز على هذا المكتسب، يعني الممولين ديال الأفواج من 2010 إلى الآن ما بقاوش تيستافدوا منه، وبالتالي حنا واخا جا هذا المكتسب جاب هذه المخرجات ديال الحوار الجديد، ولكن عطاوه بشكل ملغم. حنايا تنطالبوا بتغيير الإطار، وأن هذه الأفواج من 2010 إلى الآن تستافد من هذا المكتسب، ويكون عندها إمكانية ديال تغيير الإطار. كذلك ضحايا النظامين من هذه الفئة خصها تعطى لها الاعتبار ديالها، وتسمح لها أيضا بتغيير الإطار. سلم الترقي، يعني تخفيض سلم الترقي كذلك السنوات الاستدلالية. نحضر اليوم في هذه الندوة اللي كنظمها التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أولا للتذكير بالملفات المطلبية لكافة الشغيلة التعليمية سواء المتقاعدة منها أو المزاولة أو أطر الرياضة. وباش نذكر هذه الملفات اللي يعني داخل التنسيق، حنا 25 مكون، ولكن رغم ذلك عندنا مطالب اخرى، ما فئات اخرى ما كايناش معنا، وبالتالي كنمثلوا قطاع التعليم ونطالب، يعني كنطالبوا في الملف الطبي اللي وضعناه انا في مكتب رئيس الحكومه وفي مكتب وزير التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه، فيه يعني 45 صفحه فيها جميع الملفات المطلبيه، واللي غتلقاو يعني في الملف اللي عطيناكم غتلقاو هذه الفئات، يعني 39 فئه، 39 فئه معنيه. وبالتالي حنا نقولوا اولا كنحييو الشغيله التعليميه اللي مازال كتنفذ وكتسد الاضراب المعلن عليه من طرف التنسيق الوطني لقطاع التعليم وباقي التنسيقيات الميدانيه المتمثل في اضراب اليوم وغدا وبعد غدا وبعد غدا. حنا الفئه ديال الملحقه الى اقتصاد الاداره تنترافع على واحد الملف، عندنا واحد الاتفاق الاخير ديال 10 جنبي 2023، وان كان جاب بشي امور اللي ما كانتش سابقا، ربما تلك الزياده في الاجور الى اخره، لكن الحدود الساعه نساء ورجال التعليم يحتاجون اكثر واكثر، يحتاجون الى مزيد من انصاف، الى مزيد من رقب الوضعيه ديالهم الاداريه والمهنيه والاقتصاديه والاجتماعيه، الى تعزيز وتحسين الكرامه ديالهم. اهم النقاط المطلبيه لاطر الاقتصاد والاداره ملحق الاقتصاد والاداره هي توحيد الاطار لمسيري المصالح الماديه والماليه، بحكم انه كاين هناك واحد التفيه واحد الزئ واحد البطر ديال واحد الاطار تيزاول نفس المهمه اللي تيترتب عنده مجموعه الاثار اللي ماشي في الصالح ديال هذا الاطار. عندنا مسالات ديال دمج هذا الاطار في اطار ممول الذي يزاول مهام التسيير المادي والمالي. عندنا مساله الجانب المادي، هو عندنا واحد التعويضات تكميليه نحاولوا نرفعوا منها بحكم جسامه المهام، لانها مهام تطلب مهام محاسبيه تطلب عندها مسؤوليه محاسبيه وجنائيه كتجاوز حتى الجنائيه بطبيعه الحال. توحيد هذا الاطار الى جانب التعويضات التكميليه والرفع منها، صرف تعويضات تكميليه باثار رجعي، توحيد التعويضات العينيه على الصعيد الوطني وصرفها للمسيرين الذين يستفيدون منها بعد. اذا لابد من الحديث عن الاتفاق الاخير، اتفاق ديال 10 جنبير الذي تزامن مع اليوم العالمي لحقوق الانسان. كنا ننتظر ان الوزاره تنصفنا في هذا اليوم، يوم الانسان بين قوسين، لكن الوزاره اللي لها اختيارات اخرى ولها مسارات اخرى الى غير ذلك مع يعني الشركاء ديالها الاجتماعيين. اذا لن اذهب الى التفاصيل ديال الاتفاق، فقط ساشير الى بعض يعني المخرجات، منه زياده ديال 1500 درهم.
زياده 1500 درهم. يعني ظلنا ننتظر اكثر من 20 سنه من اجل هذا الفتات 1500 درهم. الا قسمتيها على اليوم تعطيك 25 درهم، الا قسمتيها على ساعات اللي كتشتغل درهمات فقط. بالتالي انه اتفاق لا يعني يستجيب لطموحات ونضالات الاساتذه بصفه عامه، اداريين، اساتذه، مزاولين، متقاعدين، غير ذلك. بمعنى انه اتفاق مرفوض، اتفاق مردود عليه.